بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومتتبعات صوت المظلوم، مرحبا بكم في هذا اللايف. التي هنشعل اهلا الاخ جمال مكناس، اهلا عبد اللطيف مصمودي، اهلا ليلى، اهلا ام هبه، اهلا الحسن الحسن، اهلا بالاخت ان ان، تحيه كبيره ليك. اهلا برشا بن كيران، اهلا كاتي شانيل، تحياتي لكم كاملين. اهلا بزينب صرفاتي، اهلا فاطمه فاطمه، اهلا بام هبه، اهلا بالاخت ليلى، اهلا مينا بيتي، تحياتي لكم. سعيده بقال، تحياتي لكم. حليمه جنان، تحياتي لك. خلود طنجاويه، تحياتي لك. الحسن الحسن، تحياتي لك. سامسونج A02، تحياتي ليك. أم يوسف، تحياتي ليك. سمية العزيزة، نزهة أجنان، تحياتي ليك. فلورا، تحياتي ليك. إبراهيم برا، تحياتي ليك. ميمي أونكو، تحياتي الأخت العزيزة. ملك إس أش، تحياتي ليك. عزتي حبيبة، تحياتي ليك. كل التضامن مع خويا يوسف الزروالي، لأنه هو جمعاوي أنا جمعاوية. اللي غيصرى عليه غيصرى عليا. دابا لقيت أنا شي حوايج حتى أنا داخلة في المعمعة، حتى أنا داخلة في المعمعة. شكرا أختي توريا حاجة، شكرا لك. إلا ما وقفناش مع بعضياتنا، مع من غنوقفوا ضد هاد الظلم، ضد هاد الحقرة؟ مع من غنوقفوا إلا ما وقفناش مع بعضياتنا؟ سندنا بعضياتنا. نتين نشد داك السرجم. هاد الحقرة بزاف. أي هي هي الناس فين باغا توصل؟ عاش هاد الناس فين باغا توصل؟ طيارة الصاروخ اغزاد نيدر نيديرلاند، تحياتي ليك. شكرا السمية العزيزة نزهة أجنان، شكرا ليك. أكيد كلنا الحق، أكيد لا للظلم لا للحقرة. اهلا الاخت فاطمه البريهي. هادشي بزاف، هادشي بزاف. هاد الحقره هادي دابا انا كنقلب في الوراق ونلقى مفاجاه. يلا ديروا لايكات وعاد ندخلوا في صلب الموضوع. بنادم ما بقاش تيحشم كاع. ليلى يعطينا داك الوجه ديالكم المقزدر. Mm-hmm.
اهلا الاخت الشاف عزيزه سعاد فديسي، تحياتي ليك. مريم عابد تحياتي ليك. فاطمه تحياتي ليك. الهاوس تحياتي ليك. نعيمه داده علي تحياتي ليك. كنزه علالي تحياتي ليك. خديجه تحياتي ليك. ديروا لايك الله يرضي عليكم، طلعوا هذا اللايف باش ندخلوا في صلب الموضوع. الله يطول لكم. هذا الشيء راه خطير اللي ولينا فيه، هذا الشيء اللي ولينا فيه خطير بزاف، ماشي غير شويه. اف اس مساء النور اختي. كاب تحياتي ليك. فتيحه قدمي تحياتي ليك. سيمو الناجي تحياتي ليك. زهراء الناصر تحياتي ليك. شكرا كنزة علالي، شكرا ليك، احلى لايك. تنتي احلى اخت. كلنا يوسف الزروالي، وكلنا الاخت بهيجة، وكلنا بنات الزروالي. لا للظلم لا للحقرة، انا تنضم صوتي الاخ الزروالي. اهلا الاخت رشيده. هادشي بزاف زعما، حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الناس حسبي الله ونعم الوكيل، فين ما كان شي مجرم كتلقاهم دايرين لي يد معاه. فين باغين يوصلوا ما نعرفش. اهلا اهلا الاخت ميساء زمروده، اهلا بك. دابا فاش درت الندوه ديال الصحفيه ديال ازبالكم، انا نقول ليه، انا دخلت حتى انا في الندوه. طنز عليا لان الندوه ها هي، ونزلوا الحكم اللي تعطى مسبقا. والله الا ما جبتو التمام، بالله جبتو التمام انتو ندوة، وفرحانين بالحكم مسبق جابوه في شهر جوج. هو الحكم ما كاينش كذوب، وكيف تخرب بالندوة ومن طون كيتنزو عليا. يعني انا داخله معاهم في المعمعه، حتى انا هادو القلالش، هذا السرباي وقيلوش وداك حفيظه، وهادو معاهم فرحانين دايرين ندوه صحفيه، وميمطون حتى انا مدخليني. يعني حتى انا تجبت، وتحاملوا دابا مسؤوليتكم. انا غندير يدي مع الزروالي ونشوفوا فين غتوصلوا، غنشوفوا شكون اللي غيغلب، شكون اللي غيضحك في التالي. سالينا الهضره، لان حتى انا تجبت في الندوه، تيتنزو عليا. درت خير في طيفله كليت العصا، وفي الندوه دايريني، في الندوه دايريني فرحانين. يعني حتى انا تحطت عليا فلوس، يعني هادشي خصنا نعرفوه، هادشي خصنا نعرفوه. اخويا يوسف انا كنقول لك من هاد القناه ديالي المتواضعه، انا كنضم صوتي ليك، يدي في يدك، شوفوا هاد الطغاة فين باغين يوصلوا. انا كنساندك بكل شيء، اي حاجه انا معاك من هاد النهار، انا معاك. والله الا ما وقفت لهم مرصاد، والله الا ما وقفت لهم الى عظم، باش نوريهم الخبت ديالهم فين باغين يوصل. اختي ميساء زمرودة، انا غادي قلت لك انا كنضم يدي معاه. انا جمعت هكا وجدت كل شيء، غدا كاين الحكم ديال ديك الشيفوره اللي تا هي منضمه معاهم. انا غنوريكم واحد التصويره، كلهم عصابه هاد الناس، هاد الناس عصابه، خصنا نشوفو معاهم.
انتم شوفوا شكون اللي هنايا، شوفوا شكون اللي مجموع، شوفوا هاد الشهر غادي يكون عند بشكايه في الولايه الامن. دابا خصني نعرفوا فين كاين، فين غادي يكون الزروالي، غنتصل به هاد الشيء غنخرجوا، لان هما دايرين يد وحده. ولكن باش ديروا ندوه صحفيه ويتجبد الحكم مسبق في شهر جوج وما كاينش، وتخرجوا فيا عينيكم، الا ما بوريتكم الحوته منين تتبول، الا ما ندمتكم حياتكم. قالك نقطه بنقطه كيحمى الواد، الا اتحدنا وتوينا كاملين اللي مع الزروالي، والله تنغلبوا هاد العصابه هادو، والله تنطيحوا هاد العصابه. واخا يكونوا ماشي كيحطوا الفلوس صحيحه، يكونوا كيخراو للويز. كنتمنى هاد اللايف ديالي يدخل يشوفوه الاخ الزروالي، كنتمنى يوصلوا صوتي، وعلى ربي يدير معايا شي مداخله، على الله اللي عنده شي اتصال بالزروالي يتصل به، بغيتو يدير معايا مداخله، والله ما نتفك دابا معاهم بالله، لان هادي انا كنقلب ونلقاها، هادي الندوه الصحفيه اللي داروا وحاطين فيها الحكم ديالي اللي ما كاينش في شهر جوج. يعني تا انا داخله في المعمعه معاهم، يعني تا انا حاطين عليا، علاش؟ حيت نقدت ديك الطفله ايمان، كريت العصا. الندوه داروها في شهر جوج، 23 في شهر جوج، 23 في شهر جوج، راه عندي مقيده لاضات ديالها. نشوف مع من حنا ولينا.
انا صيفط له الله يتنبه ليه، الله يشوفه الى وبلو. شكرا اختي ام دنيا. المهم انا صيفط له، كنتمنى يدير معايا مداخله باش نهضروا نيشال باش نعرفوا شنو غادي نديروا، لان هاد الناس خطار. هاد الناس اللي يحط عليك فلوس صحيحه باش ياديك، باش ما يكونش الصوت ديالك واصل، باش ما تتعاونش اخوك المظلوم، يعني خاسره كاع، حتى المعاوده خاسره هادشي. ولكن اللي درنا اليد مع اليد غنحاربوا هاد الحشرات المضره، هاد الجرثومات غادي نحاربوهم الا درنا اليد مع يد. غنتغلبوا عليهم بقدره الله، بقدره الله ماشي بقدره شي حد، لان ما عمر الله كيرضى بالظلم، حاشا واش ربي كيرضى بالظلم. اهلا ابنائي سر سعادتي، ام دنيا تحياتي لك. ويا اختي فاطمه الطيبي راني وصلني الميساج، واختي والو ما يشيط، راني صيفط له بارطاجيت ليه، تنتمنى يتنابه. بعض المرات كيكون ضافي التليفون. قال ضافي التليفون وما عرفش. المهم ماشي مشكل خوتي خواتاتي، هاد الظلم اللي ولينا كنعيشو فيه حنا كفاعلين جمعويين وفاعلين حقوقيين، كنمدو غير المساعده، كنعاونو غير واحد الانسان مظلوم جا طلب منك المساعده، طلب منك يعني تازرو، ولينا كناكلو العصا، ولينا كيربيونا هذوك الظلمه، هذوك المجرمين ولاو كيضربوك، يا اما يهددوك، يا اما يخلصوا عليك، يا اما المهم ما تسلكش منا، ما تسلكش من هاد الافعال الدنيئه، ما تسلكش منا. اهلا طامتا مازيغت، شكرا ابنائي سر سعادتي، شكرا لكم. انا درت بيا شكايه كيديه
عندك مولات خيزو تحكمت بعام سرسي ومليون غرامة، وانا ما دايره والو، ناقضه غير طفله اللي كانت في واحد الحاله يورثها ليها، كانت غتخلط على المرحومه اختها زينب. دابا هو الاخ الزروالي عمروه شكايات، غرقوه كيهددوه، وتحطت عليه حتى هو فلوس صحيحه كي تحطت عليا حتى انا فلوس صحيحه. يعني هاد الناس فين باغا توصل؟ باغين يسكتونا فمنا، ما غنسكتوش لا لتكميم الافواه، لا اللي تكميم الافواه، راه ما غتخلعوناش. داك التهديدات ديالكم، ديك الهضره الخاويه ديالكم، راه ما غتهددناش. اهلا زياد فهد فهدي، اللهم امين اللهم امين، الله يغلبنا على هاد الناس، الله يغلبنا عليكم. هذوك الظلامه، هذوك الرباعه ديال الظلامه اللي ما كتخافوش الله، قاطعين يديكم من يدي الله باش تبقاو تامروا وتخلصوا. ولكن بغينا نعرفوا شكون اللي كيمولكم، شكون اللي تيمولكم، شكون اللي ما باغيش يخلينا نمدو يد المساعده لهاد الناس اللي كتحتاج وكتجي كتطلب منك توقف، يوقف معاها الانسان. راه كيجي عندك اللي ضربه فيه حتى الجدر، ما غيجيش عندك واحد ميسور ولا باخر عليه، الا اللي مظلوم ما خداش حقه كيجي كيتوسل للجمعيات، كيتوسل لهاد المراكز الحقوقيه باش يساندوه ويعاونوه. كناكلوا العصا، ولينا كناكلوا العصا. يعني حنا شكون اللي غيحمينا من هاد الحوتالات؟ شكون اللي غيحمينا حنا ملي يجي واحد كلوشارد الخلا يهددك؟ انا غندير لك فعل، انا نقطعك، انا غنشروطك. شكون غيحمينا حنا من هاد الناس؟ شكون؟ هذا هو السؤال. هو دابا قالك خايف على بناته، من حقه يخاف، لان عنده واحد الجاره حاضيه كتبلغ عاطيه التعليمات كتعطيهم. السيده هو تحرك، السيده هو مشى، هو خرج، هو كيتغدى، هو كيتعشى، حاضيه. هادي غير جارة حاضية، عم الله شنو كاين في الخفاء، عم الله شنو كاين في الخفاء. ولكن إلا اتحدنا مع بعضياتنا بالصفة ديالنا، فاعلين جمعويين، فاعلين حقوقيين، غنتغلبوا على هاد الأعداء ديال الوطن، غنتغلبوا على هاد المجرمين، غنعرفوا شكون اللي كيمولهم، وعلاش ولاش، وشنو كاين، شنو واقع، شنو واقع، شنو بغيتو، فين باغيين توصلوا؟ اللهم امين. الله الا ربي اللي تيغلبنا. ها هما شوف، اللي حفر شي حفره ما خصوش يحفرها واسعه، لان غيزلق فيها في التالي، كيف زلقت مولات خيزو وتبعتها الشفوره اللي كانوا كيحفروا ليا عماين عماين، وانا كنتحارب عامين، راه ما ساهلاش وهكاك، وما كنشكي ما تنبكي، كمداها وساكته، تنشكي الله، كنفوض امري الله، حاشا واش الله تيخيب. ولكن هاد الحقره اللي تحقر بها خويا الزروالي، يعني خايبه باش راجلي يبكي، راه خايبه باش تعرفوا وصلت له لهنا، يعني صافي ما وصل للحد ديالو، عيا يصبر 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 يصبر، ولكن تفجر اخر تفجر. ولكن حنا لكم بالمرصاد، عيدوا تهددوني، هزي يدك بعدي من الزروالي، ديري فعلي، عيدوا تهددوني. ياك اخر ميساج صيفطتوه لي قلت له غتحيدوا لي كاع رجليا لا بقيت مع الزروالي، ولا تقصروش، سمعتي؟ لا تقصروش، اللي في جهدكم ديروه. راه باقي عندي ديك الميساج مكتوب، غندير شي كايو غنحطو نيت هكا، كتبوا لي وطيحوا لي الهضره، زعما انا كيدير لي الدعم الاخ الزروالي جسديا، وانا الزروالي ما عمره زعينيه فيا، كيحسبني اختو الكبيره، تيحسبني اختو الكبيره. شوف هاد الناس، هاد الدناءه ديالهم وهاد الخبث ديالهم، وانا ما عمر الاخ الزروالي دار لي شي دعم، هو حي حي يرزق، ولكن الناس حيت هما فيهم داكشي كيردوه في سيادهم. كما كنتوش كدعموا بعضياتكم جسديا، ما غتقولهاش لواحد اخر، ما غتنعتوش بها سيادكم
اللي غادي يحكوا لكم الخنافر ديالكم في الارض. والله اللي تفكي دابا معاكم بالله، ملي لقيت راسي دخلت انا في هاد المعمعه في هاد الندوه الصحفيه كتنزو عليا، ولا تفكيت معاكم بالله. الا ما خليتها لكم الا مترخه، راني ماشي صحراويه حره، الا ما وريتكم هاد الندوه والطنز والضرب في القضاء، هذا راه الضرب في القضاء، عطيتو احكام مسبقه مازال ما كايناش، مازال الملف رايج في المحكمه شرجوش. ولا تفكيت معاكم دابا، ولا تفكيت معاكم، غندير يدي مع يد خويا الزروالي غنشوفو شكون اللي غادي يضحك في التالي. هو الرقم اللي عندي، عندي داك الرقم عندي، راه هو اللي صيفط له فيه هاد اللايف وصونيت عليه كاع وما جاوبش. الندوه كانت في قنيطره، مزيان وفرحانين جايبين دوك العصابه، انا نسميهم عصابه، هادوك دوك راه تكوين عصابه، راه ملي كيفوتوا ثلاثه كتكون تكوين عصابه، وفرحانين بالندوه وكيفتخروا وحطوا الاحكام مسبقه وما كايناش. دابا هو المشكل، ها هي جالسين كيتنزوا على القضاء. يا الناس فين باغين يوصلوا؟ فين باغين يوصلوا؟ ضربتوا في القضاء، جبتوا احكام، غادي تعطيونا شكون اللي عطاكم هاد الاحكام اللي خرجتوا كتباهروا معايا وكتحداوني وكتخرجوا فيا عينيكم. وتسبيت انا من الضروات تلاقوش، ومي تجبدت حتى هي ورديتو حتى الاستئناف كاين، وملي استانفت وانا ضاصرة ضربوا امي ب 15 مليون غرامه وست شهور سورسي، والاستئناف مازال عاد بدينا، عاد كاين الاستئناف. ثم رديتو كاع التحكام ونضى، دابا غادي تجيبوا لنا شكون اللي عطاكم هاد الاحكام؟ والله لا تفكيت معاكم بالله، وخارجين دايرين دوا صحافيه وكتنزو، شكون اللي تيمولكم؟ شكون اللي مدسركم علينا؟ شكون اللي كيعطيكم باش تنوضوا تخرجوا تضربوا فينا؟ شكون؟ شكون؟ يا امكم بالله لا تفكيت معاكم بالله، سمعتوا؟ واحد بواحد اللي كانوا في الندوه كاملين، لان كلكم تنزتوا عليا وضربتوا في القضاء وجبتوا احكام ما كايناش، وفي شهر جوج الملف باقي داير في المحكمه مازالين جلسات، وخرجتوا كتسبوني وكتخرجوا عينيكم كتحداوني مازال، وحنا نشوفوا هاد الصلابه ديالكم اللي كان في الندوه كله راه باين، لان الندوه تسجلات، حنا غنشوفوا ونشوفوا منين جاكم هاد الاحكام اللي خرجتو كتنزو بيها. وانا خويا الزروالي وغندير يدي في يدو
ونشوفوكم في غتوصلوا. لا تقصروش لا تقصروش. ديك الشكايات الكيديه غنشوفو معاهم نيت، لان حتى انا براسي درت بيا شكايه كيديه وتحكمات. حنا غنشوفو اللي قالت الشيفوره، جيبوا لها غير الرقم ديال الملف، ويا كتخرج بنادم من الحبس غادي تجبد لنا شكون الناس ديالها، غادي تجبد لنا. ما تقولي لناش كنتي غير كتنزي ولا كتضحكي، ديك الهضره سير قوليها لجد بوك ماشي لينا حنا، سمعتي؟ غادي تجبدي لينا، غادي نعاودو نحطو، ما نخسرو والو. السيده انا ديجا بعدا راني صوبتها، حطيتها بها، حطيتها بها، تجيب لنا شكون اللي كيعطيها الاحكام. راني ذكرت هانيت في الشكايه ديالي، راني ذكرتها. فين درتها؟ راه الملفات عندي بزاف هنايا، دوخوني كاع ميلا، دوخوني سيبقى نكلاسيهم بالارقام. ها هي القيصه، انا درت شكايه وذكرت فيها هنا تجيب لنا شكون اللي عطاها الاحكام. هي درتها انا، هاي معرفة من هم السماسرة ومن يعطيها الاحكام. هاي هاي انا درتها، هاي هاي هانت، ومن يعطيها الاحكام. انا كتبتها وغير تفكيت معك الشيفور، نوريك التهديدات، نوريك الفضول، نوريك بنادم بعيد عليك. ما انتي مولات الملف، ما انتي كتجي لك الطفله ايمان، ما انتي من عائلتها، ما تتعرفك ما تتعرفيها، وانتي ما خليتي ما ضربتي فيا وما خليتي ما درتي. نوري تفكيت معاك، هادشي بزاف، ولكن راه نايضة نايضة، وحق الله نايضة 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 بالمعقول نايضة. ناضوا لهاد الناس، هاد الخبتة ناضوا لهم دابا، ناضوا لهم. تحية كبيرة للقضاء النازي ديالنا، تحية كبيرة للمؤسسة القضائية ديالنا في أي دولة، في أي مدينة، دولة نعاود، في أي مدينة في المغرب. تحية كبيرة ليكم، اللي نتو لهاد الناس، هاد المجرمين، هاد الناس اللي ما بقاش تحشم، هاد الناس اللي ما بقاش كتخاف الله، هاد الناس اللي ولات كتعدى على أي واحد بغى يقول الحق أو لا بغى يشهر الحق أو لا بغى يساند الحق كياكل العصا. تحية كبيرة ليكم، تحية كبيرة ليكم. سمعتوا؟ إلا اتحدنا حنا كفاعلين جمعويين، كفاعلين حقوقيين، كل ما اتحدوا على هذا الظلم وهاد الحقرة، غادي هاد الناس غادي اللسان ديالهم غيتقطع في خطرة. لأنكم إلا مدينا يدينا، علاش داك فلان غير تيدير الخير؟ شمن الشر دار؟ كيعاون المسكين، شنو؟ شحال من واحد كان كيبكي يمسح له الدمعه ديالو، شحال من واحد بلا دار شترات ليه الدار، شحال من واحد كان مشرد ولا تا هو عنده بيت ولا عنده دار. هذاك هو الجزاء ديالو، هذاك هو الجزاء ديالو. علاش؟ حيت وقف مع ام من كوبا، ام عندها بنت عاقه ياكل العصا،
بحال انا كيوقفت مع الطفله ايمان، طفله مغتصبه ناكل العصا. هادشي حنا خصنا نديرو له حل. انا بالحق اليوم درت حل، درت حل ليا هني صافي سالينا الهضره بالنسبه ليا انا. ولكن خصنا حتى الاخ الزروالي ما يمشيش ما بين الرجلين مع هاد الكلاب، ما يمشيش ما بين الرجلين. سمعت راهم كيضربوا اللايف، الله يرضي عليكم، ديروا قليبات راهم كيضربوا اللايف. اهلا الاخ تازي هولند، شتي كيضربوا اللايف. والله لا تفكيت معكم انا بعدا، والله تفكيت معكم تنعرفوا شكون اللي كيولوكم، لان هذيك المحسنه ما غاديش ما عندهاش هاد الفلوس كلها باش غتجي تبقى تكح، الا كاين شي واحد موراها هو اللي كيعطيها ويصيفطها. هذيك بحال السمسار، هادشي اللي شفت انا هذيك سمسار، سمسار. ولكن كاين اللي كيمول، هذيك اللي كيمول اللي بغينا نعرفوه حنا شكون، راس الحربه بالعربيه الفصحى بغينا نعرفوه شكون. بيان سور جي ريزون سمورا 87، بيان سور جي ريزون. هذيك السيده ما عندهاش هاد الفلوس، لان غير هي براسها خدامه، خدامه كتنوض 6 الصباح تمشي تخدم، يعني ديك الخدمه ما غتجيبلاش هاد الملايين تجيب تفرق. عرفتي هي الندوه بشحال داروها؟ 6 المليون، وبلا كل واحد شحال من حصه خدات شحال الفلوس، هادشي بزاف. دونك انا كنضم صوتي الاخ الزروالي خويا الصغير، وكنضم صوتي الحاجه مينا الوالده ديالو والوالد ديالو الحاجه انا ما عرفاش السميه ديالو، ولكن والاخت بهيجه كذلك كنضم صوتي ليها، وغنديروا يد في يد ونعرفوا شكون اللي كيمول هاد الناس، شكون اللي مدزر هاد الناس، شكون اللي خلي هاد الناس يطاولوا علينا، شكون اللي كيخليهم يديروا الشكايات الكيديه ويخلصوهم. لا يعقل، لا يعقل. وي مدفوعة، وي وي. أهلا الأخ عبد الرحمن ودادي، والو ما يشد بحال اكس بحال والو. ولكن ملي لقيت هادي حتى انا داخله في هاد المعمعه في الندوه الصحفيه اللي دارت في قنيطره نهار 23 في شهر 2 خيبه المعاوده، يعني انا تنز عليا، انا درتوني اضحوكه احكام ما كايناش، وخرجتو كتحداوني وكتقبو عينيكم في الشاشه وكتعطيو احكام ما كايناش. يعني نتوما وليتو القضاء، نتوما وليتو اللي كتحكمو، نتوما اللي وليتو كتعطيو كلشي. غنشوفو هاد المصيبه، هاد المهزله هادي غنشوفوها، غنشوفو هاد المهزله. واللي بغى لنا شي حاجه ربي غيعطيها له. انا كنقول لكم ديما هاد الكلمه، بغيتيو الخير لينا غيعطيه لكم الله، بغيتيو الشر لينا غيعطيه لكم الله مضوبل متربل. ولكن هاد المهزلة والله لا سكتنا عليها، والله لا سكتت عليها المهزلة، بقى نعرف نطلع على الرباط، والله لا سكتت على هاد المهزلة باش نشوفو هاد الندوة اللي خارجين اللي مولينكم نعرفوهم
شكون اللي دار لكم الندوه؟ شكون اللي خلص كل شيء؟ ماشي هذيك المحسنه، ماشي هذيك، ماشي هذيك، هذيك غير مسخره، هذيك غير مسخره. دابا عرفتوا راسكم مع من درتوها؟ طبزتوا لها العين نيشان، وي والو مايشيط. وي قلت لك راه غادي يكون واحد من ديك الجوج ولا كاع بجوج، ما تقدرش تحكم. وما طلعوا لنا دوك المصائب كاملين، كلهم كرموهم على المصيبه الاختها. فراسي هاني بي، فراسي جارته هي اللي كتعطيهم المعلومات عليه، هي داكشي باش هو خاف على بناته. يقدر يكونوا خارجين كيلعبوا بباب الدار وتقول لهم ماما باب الدار ويهزوهم، ما يتنبه لهم حتى شي حد. يعني هادشي راه ما خصناش نسكتوا عليه. بيان سور دار بها شكايه جارته، عارفينها. ضروري انا خصني نتصل بيوسف، ضروري. هذيك عاد غنهبط واحد الشيكي كنت درتها بها في ازرو، عاد غنهبط نشوفها. دابا غنتحزم، دابا غنتحزم. هادشي ما خصناش نسكتوا عليه. اهلا بلال فونش. هادشي خصنا نوضو نوضه وحده، يد وحده، نوضو نتحركوا لهاد الناس. علاش بغيتو تسكتونا؟ علاش كديروا بينا شكايات؟ علاش كتهددونا؟ علاش بزاف ديال الاسئله خصهم هما يجاوبونا بها، هما يجاوبونا. وي وي اختي خديجه كازا، وي وي. انا فوقاش عرفت الزروالي حتى 2021 عاد عرفته، النهار اللي جاي يدير شكايه بمولات خيزو. تلاقينا انا وياه في باب المحكمه ديال الاستئناف، شويه كلملو التليفون، اعتق اعتق راه مغا يديروا لك الحشيش في الطوموبيل. انا راني معاه، هو كيديرها زوينه، ما عمرو كيمشي بوحدو، واللي كيخليهم حاضر له الطوموبيل صحابو. هادي راه هي اللي نجاتو داك النار، ما كانتش الطوموبيل غتحل ويتحط ليه الحشيش. وشكون قالوا لنا الشيفوره؟ قالنا الشيفوره هكا السيده اللي عيطات قالت لنا الشيفوره، عيطوا له. المهم مشينا حنا للطوموبيل، كانوا صحابو، كانت حتى حنان ديك الغريده، كانت داك النار. وعاود كلموا لي انا التليفون نفس الشيء، السيده قالت لك قولي له يحضي راسو، راه الشيفوره غادي تصيفط الناس اللي غيحلوا الطوموبيل وغيتحط ليه الحشيش. حق الله العظيم، ها هو حاضر. الا نسى هو هاد الهضره الله يعلم. النهار اللي جاي حط الشكايه بمولات خيزو. اكيد اختي فاطمه الطيبي، ديروا لايكات لير ديالكم، راه كيضربوا لنا اللايف. ديروا لايكات، ديروا لايكات لير ديالكم، راه كيضربوا لنا اللايف. دابا حنا كنضربوهم العظم، واصلين لهم دابا العظم، وبالاخص الى اتحدنا غينزل عليهم السعر. شي نورمال غيسعروا. والله لا تفكيت معكم دابا يا انا، وديجا ما مفكاش، ديجا دايره الاجراءات ديالي، دايره كل شيء، ولكن باش نتحط انا في الندوه وتحطوا احكام مسبقه وما كايناش. دابا هو المصيبه، شكون اللي عطاها لكم؟ منين كيفاش خرجتوا احكام؟ والملف باقي جاري في المحكمه، باقي المسطره موقفات، باقي الملف فيه جلسات.
وخرجتو كترتقوا في عينيكم وكتنزو وكتضحكوا نتوما بثلاثه قيلوش السرباي وحفيظه ثلاثه بيكم، ودرتو ندوه ودايرين الاحكام فيها فرحانين، درتو انجاز كبير عظيم درتيوه. ودابا ها وجهي وجهكم وساينو باش نشوفوا هاد الخبط، هاد الخبثه، شوفوا شكون اللي كيمولكم وعلاش، شنو السبب، شنو داك المنطط اللي كيدخلوا لكم، داك الورستيرن اللي ها القهوه ها وفكاش قرابين. بزاف ديال الاسئله عندنا، بزاف ديال الاسئله عندنا. ها ضربوا اللايف، ضربوا، زيدوا ضربوه، ازيدوا ضربوه، راه اللي ما عنده فمو عنده حاجه اخرى. اهلا اللي زيت انا ما قلت لكم انا فوقاش عرفتو حتى 2021 حتى النهار اللي جاي يدير الشكايه بمولات خيزو، هذيك فاش شفتو مباشره ودخلنا انا وياه للمحكمه وحطينا هو حط وانا انا حطيت. اش نقول لكم دابا بدا الجهاد، دابا عاد غنقولوا بسم الله مع هاد الناس. باي 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 والو مشاط، باي باي عليك. شكرا سمورة 87، شكرا لكم كاملين دعواتكم لنا، الله يطولكم العمر، لأن هاد الناس خطر، هاد الناس خطر من الخطر، باش تعرفوا شنو كاين. وي الحاجة أمينة سي نورمال تبقى فينا، راك لينا الطعام ديالها وفرحات بينا، القلب الكبير، والله ما ندوزوهم بالله الا حتى يبان شكون هذا اللي كيمول هاد العصابه هادي، شكون اللي يخليهم يضربوا فينا ويديروا بينا شكايات كيديه، والله لا تفكينا دابا معاهم. انا غادي نشوف غنخلط عليه، ما عرفتش دابا فين هو باش غنخلط عليه، انا ضروري غنشوفه غدا ندوز الحكم، لان انا باغا نتشفف هذيك السيده على داك الشيء اللي دوزات عليا، باغا نحضر لها الحكم، وكنتمنى بناتها يكونوا تما وغيشوف شنو غادي يوقع. والله الا ما تهزو الا تم من المحكمه، الا ما تهزو داك الضرب اللي ضربوني نهار الخميس، انا حطيت المسائل ديالي، كاميرات كاينين في الجلسه وكاينين في الباب، المحكمه كلها كاميرات، دونك امكناس. اوكي اوكي سموره، المهم انا غنشوف اختي لي زيت ماشي هي اللي تتعطي، هي غير مسخره، هي غير مسخره، هي غير سمسار، غير طريق اللي كيعطي ما باينش في الصوره. اهلا الاخت ريم ريم، اهلا اهلا. ايوا لا مجرمه هي غتاخذ العقاب ديالها، عرفتي شحال ديال التهم عندها، غرقات راسها ذنوب، والله العظيم الا غير ذنوب ديال بنادم ما جاب داك ما تيعرفك، ما بغيتيش تعطينا اتساع، ما بغيتيش تدخلي سوق راسك، دير علينا فرعون، دير علينا الارهاب، ما خليتي ما درتي، هربي انتقم منك
هربي جابها لك نيشان. ايوا سيري دابا فكيها بسنانك، سيري فكيها، سيري فكيها. هو يكفيك حتى واحد ما جا عندك، حتى واحد ما كبروا لك ديك اللي كنتي كدافعي عليهم وتضربينا وتسبينا عليهم، حتى واحد فيهم ما عرفك الا ديالك. هي ديالك غير بناتك وعائلتك، ما كاين حتى شي حد براني جا يساندك ولا يمد لك يد المساعده اللي كنتي كضربينا عليهم وما خليتيناش عليهم. ايوا شدي على ودنيك، شتي انا نتشفى فيك، والله نتشفى فيك، والله هي ما تبقاي فيا بالله، لا انتي ولا بناتك. لان علاش حتى انا ما رحمتونيش، حتى انا ما رحمتونيش، وما قلتوش راه عندها واحد ما مرا كبيره مريضه جوج العمليات القلب، ما قلتوش هاد الهضره راه هي دارت الخير في ديك الطفله نقذاتها. هاد الهضره كلها ما قلتوهاش، والله ما يبقى فيا شي واحد فيكم الا تنتشفى فيكم. بالعكس غنزغرت ملي عطاو الحكم، والله تنزغرت، لان انت ما بغيتيش تحشمي. داسره 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 اكثر من القانون، ولكن تا بناتك باش تخليهم يطاولوا تا هما ويتعرضوا وي. اختي عزيزه ملكي، دابا حنا مول الشكاره ولا مولات الشكاره مازال ما عرفناهمش شكون هما، مازالين ما باينينش. وي اختي رشيده اللي دارت الذنب يستاهل العقوبه، وديك السيده طغات بزاف عامين وهي طاغيه عامين، راه فايت لها بعدا، فايت لها، خرجت باحكام عاوتاني قالت لهم واحد الجلسه. انا ما عيطوليش بالعربيه الفصحى، ربعه د الجلسات وما فراسيش الشكايه كاينه وما عارفه والو. ربعه د الجلسات ودخلوا الملف للتامل، يعني بغى يتحكم. خرجت هي كتقول لهم شوف غير ربي عماها باش تعرفوا هذا الصح. خرجت كتقول لهم راه الجمعويه راه تعتقلات. انا عيطوا لي الناس، كنت قريبه حدا المحكمه، دخلت فعلا تنسول كنلقى ربعه د الجلسات وما عيطوليش، دخلوا الملف للمداوله باش يتحكم. درت طلب، خرجت الملف، درت محامي، بديت كنترافع على راسي، حطيت المسائل ديالي، درت استقراء ديال سبعة الصيديات، درت محامي. كل مرة كانت كتأخر حيت أنا طلبت الحضور ديالها يجيبوها تواجهني، ما تجيش. كل مرة كنأخر علي حتى يجيبوها لي، وهكاك وما جابوهاش، وهكاك وما جابوهاش. غداش الحكم ديال الشيفورة، داك الضاسره داك اللي ما لقاش ليه ربيها المخزن غادي يربيها، هذيك اللي ما مربياش ما مقرصاش المخزن غادي يكمل لها التربيه ديالها. يا قلبتي عليها، راه بنادم ديما بعض شي بعض الاحيان كتكون باب السماء محلوله، ملي كتظلمي بزاف ولا تحقري ولا تهبط شي دمعه ديال الظلم عيب وعار، ربي ما يستجب لكش الدعاء، عيب. الا هزيتي كفوفك الله قلت له يا ربي انت راك عالي وعالم، انت كتشوف، تشوف هذا الظلم اللي طاح عليا وهاد الحقره اللي طاحت عليا، راه ضروري غياخذ لك الحق ديالك، راه ضروري غياخذ لك الحق ديالك. راه سميتو العادل، الحق العادل، حاجه واش يرضى بالظلم، لان قال لك الظلم ظلمات يوم القيامه. والناس تغاو، هاد الناس تغاو بزاف، عيقوا كاع، دايرين اتحاد كيمشيو كاملين دوك القنوات ديالهم ديال الصرف الصحي، كلهم كيمشيو لهاد الجي ويمشيو لهاد الجي ويمشيو لهاد الجي. ولكن دابا وصل وقت الحساب والعقاب، سالينا قدمتو اختي زهراء اصيليه، قدمتو قدمتو ايه دا اللي بشحال الحاولي قدمتو. انا نشوف لكم واحد التصويره بقات عندي هنا ديالي باش تعرفوني قدمتو، انا ما كنضحكش.
هاو اللي باينه في الصوره هي اللي هزات المينوط قدمته. تخافوش عليا مولات الصوره هي اللي هزات المينوط عندها باش هي غتجيبها. قدمت اهلا فاتي تيفا هي تغات غير على سميره مربوحه راه داك تغات على كل شيء. وانا انا خرجت اخر مره ولا غدا غتعتقل ما خليت ليش ما خليت ليش تقول انا واكله لا واخده على راجلها ولا واكله لا الورد ضباها ولا قاتله لا ضباها ولا ما نعرف خليت ليش براسهم يتحملوا مسؤوليتهم هذوك اللي كيسبوا حتى هما غير وحده وحده اللي كتجلس معاه وتسب براسها. ما درت المينوط درت بزاف د الحوايج درت باش غير المينوط الله يحفظكم حتى نتوما شكرا لكم. الله اعلم اختي السموره لان هذاك القضاء ما يمكنناش حنا نعطيو الاحكام ما يمكنش حنا ماشي قضاة ولا حنا النيابه العامه وحنا كنرحبوا باي حاجه دارها القضاء النزيه ديالنا ما يمكنلكش حنا نعطيو حنا ماشي قضاة لا حنا حطينا شكايات ديالنا حطينا مسائل ديالنا معايا ديجا تعتقلت على ثلاثه ديال التهم الضرب في منظمه هيئه منظمه وعندها محاوله النصب والاحتيال وما عرفتش التهمه الثالثه. المهم وزدنا المسائل زدنا المينوط اللي قال ساقتك بغات تشد بها تمونطي بها الام شعاد فاش سخفت نهار اللي نهارت مع بنتها حطينا ديك الاحكام اللي قالك قيلوش عطاتها لهم هما حيت ذاكرين سميتها في الفيديو كيحيوها تيفتخروا تيفتخروا بها عجبت لهم الاحكام مسبقه كيفتخروا بها. براسكم تحملوا مسائلكم كاملين ان شاء الله ان 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 شاء الله. المينوط ماشي المينوا المينوط اللي كتكون عند البوليس كيمونطيو بها المجرمين. شكرا اختي ملكة نادين تحية كبيرة لكم. ديروا لايكات راه كيضربونا اللايف ديروا لايكات الله يرضي عليكم. اليوم ما كاين حتى شي سوبر شات والو سوا سوبريمي راه اكيد غادي يحيدوا لها القناة داك اللي فيها غير السبان في عباد الله غير الكلام النابي اللي كتقول فيها ضروري غادي يحيدوها لها. شتي دابا كاين غير وقت الحساب سالينا اي واحد تعدى على شي حد اي واحد ظلم شي حد يسين نوبته والله الا نايضه بلا معقول نايضه كما قالت لها الاخت العيساويه نايضه 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 سير هي العيساويه راه يطول لك العمر الله يحفظك. غنكون غدا ان شاء الله غادي نكون انا الاولى غنكون غدا عندي شي حوايج لان الجلسه غتكون حتى لوحده ونص عندي شي حوايج الصباح نكملهم ونحضر نسمع الحكم بغيت نسمعو بودني ماشي يقول لي شي حد. ولا جاوبني حتى هو
تيقراش قاع بقيت وضع في التليفون ولا ما نعرف شي مشكل. اهلا سمورة، شكرا سمورة على سوبر شات، شكرا لك على دعم القناة. اين اين الغزالة، شكرا على سوبر شات. انا ضحكت معاكم. شكرا لكم، الله يطول لكم العمر، شكرا لكم. اي ما مربياهمش، واش هم ما مربياش غيكونوا بناتها مربين؟ ما يمكنش، لان البنات كيتبعوا امهم. شكرا اختي ان ان، شكرا لك القلب الكبير، شكرا لك سموره 87، شكرا لك الله يطول لكم العمر على سوبر شات، شكرا لكم. شكرا لكم، شكرا اختي مليكة نادي الله يطول لكم العمر. هاني بتحياتي لك، شكرا لكم والله، شكرا لكم. الى ما وقفناش مع بعضياتنا هاد الغوال غياكلونا، سمعتوا؟ غياكلونا، غيطفيو اي جمعاوي اي فاعل حقوقي غادي يساليو معاه، لان الا درنا يد مع اليد غنحميو راسنا ضد هاد العديان، غنحميو راسنا. وي اختي لي زيت ان، وي والله ما كذبتي، والله ما كذبتي. بنادم مبقاش تيحشم كاع. دابا غتندم الندم اللي ما ينفعهاش، سي تروطار. هاني بي واش اخت ولا اخ؟ الا كنتي اخت ولا اخ قولوها لي. هاني بي اختي ان ان سيت اون فام صديقتي. سمورة 87 ان ان سي اون فام صديقة ديالي. اللهم امين اختي مليكة نادي، اللهم امين، اللهم امين. هاد الناس طاولوا بزاف وناس خطر، يعني عندهم عصابات وبزاف د الحوايج. انا شاكة حتى ماجدة، ماجدة المختفية الشاهدة المختفية، والله العظيم الا غيكون اليد عندها الشيفورة فيها، اللي تقول غادي تحط الحشيش في الطوموبيل د السيد تحلها بالساروت راه تقد على اي حاجة تقد عليها. الشاهدة ماجدة الا ما طلقتش عندها اليد فيها، ولكن كلشي غيبان في التليفون ديالها، التليفون غادي يبين فين هي ماجدة، شكون اللي هزها، واش مخلوعه، واش مغبره فشي بلاصه، واش وقع فيها شي مصيبه، هادشي غادي يبان مع الوقت. اكيد ان شاء الله اختي سموره، اكيد اكيد.
بنادم خطار، شوف معاه من حنا قالك مسلمين. واي سالم سالم، هذه عصابة كبيرة بالناس وكتزيد تكبر، كل مرة كيزيدوا معاهم، كل مرة كيدخلوا معاهم. وي بنت اختك شكرا اختي هاني بي، عندي جوج ملفات في الرباط غير يحددوا لنا جلسات غادي نطلع ان شاء الله. وي اختي والله ما كذبتي، ما كيعرفوش الله كاع الناس، لانكو كانوا كيعرفوا الله غير خافوا وغيديروا بحساب كاين كاين الموت كاين القبر. هاد الناس قاطعين يديهم في خطره، ولكن مصيرنا نوصلوا ليهم ان شاء الله بقدرتي الله. انا قلت كي الا درنا يد في اليد غنوصلوا لهاد الناس. وي راه ماشي ملف كبير، ماشي غير ملف كبير، دابا الملفات متشابكين مع بعضياتهم لان نفس الخناشش نفس الوجوه، يعني ما خرجناش من عندهم. ها فلان ها معاه صاحبتهم دايرين اليد، هذيك عاوتاني فلانه معاو دايرين معاها اليد، يعني ما كيتفارقوش هاد الناس مع بعضياتهم، وكلهم عندهم المصائب، كلهم عندهم المصائب، وان شاء الله بقدره الله كلهم غيتعتقلوا. ان شاء الله الا ما كنتو في الحبس كاملين بقدرة الله ربي غيغلبنا عليكم. سلم سلم الله اعلم. بقي عندنا واحد الامل، ما غاديش نهضر لان كنهضر كتوصل الهضره. عندنا واحد الامل، انا غادي ندير واحد المحاوله ونشوف على الله. انا نشوف لا 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 لا، حيدوا داك الاحتمال، ما نترجاو من الله الخير. هما اكيد المستفيدين من الاختفاء ديالها، باش ما تحضرش باش ما تشهدش. وي راه مجرمين فري، راه ماشي كذوب. اختي سمورة داكشي حنا عارفينو كتجي من لوروب، لكن خصنا نعرفو شكون هادو اللي في لوروب ديالهم، لأن كاين اللي ما كيتعرفش كاع، ما كيبانش غير بالتليفون، ولا هو كيدير وسيط كيدير وسيط كيدير وسيط، يعني دير شبكة إجرامية، شبكة راه ما ساهلاش. وي اختي ليزيت راه ما غاديش نهضر، ما غاديش نهضر، عندي واحد المحاولة كنتمنى من الله تنجح، هي اللي بقات لي وحدة، هي اللي بقات. انا نشوفو على الله، ربي ورضات الوالدين توقف معانا المحاوله اللي بقات. اكيد اختي ملكه النادي الله يسمعنا عليها الخير، كنتمنى واحد المحاوله غنديرها، كنتمنى ربي ورضات الوالدين والدعاوي ديالكم توقف معايا وتنجح المهمة اللي غادي ندير. كنتمنى من الله، قالت لي محاولة وحدة سينو السيدة راه غتكون ميتة ولا شي حاجة، هادشي اللي غادي يكون. الناس خطر. أهلا الأخ محمد الحاج، هاد الناس خطر مع من حنا كنتحاربوا. كنتمنى اختي مليكة شركي، كنتمنى من الله يعاونني ورضات الوالدين والدعاوي ديالكم. واحد المحاولة طاحت لي في دماغي، راني خدمتها كنشوف، تنتمنى نوصل للهدف اللي بغيتو. قوية راهم كابابل على اي حاجة يديروها، داك الناس قاطعين يديهم من يدي الله.
وعاد غيصيفطو مرة وبدا كيصيفطهم بواحد بواحد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا نوصلوا للهدف ديالنا. بزاف ديال الحوايج كاينين. اللهم امين يا ربي اللهم امين. هذه مجرد خير غادي نشوفوا معاه ونشوفوا على الله. تقدروش تحكموا، يقدر ربي يغلبنا عليهم. يقرا بزاف ديال الحوايج كيوقعوا في الخفاء. اللهم امين اللهم امين. لا هي غفضوليه تعدتهم كاع لي احنا عاود غنرجعوا الهضره ديالنا. هو ما نفعها حتى واحد، ما نفعها حتى واحد. تخرج بدا تشرشم في عباد الله. هاي السريعه براسها ما عرفتهاش، ما عقلتش عليها، ما عقلتش عليها. ما جات سنداتها وعاد بنت الشيفوره راه صيفطات ميساج للسريعه، راه ماما تتسلم عليك، راه باقا كتسلم عليها. كاينش ما كاينش. زطمت راسها تزطيمه وغرقت راسها ودارتها بيدها، ما دارها لا حد. هي اللي ولات كلوشاره وكتضرب في عباد الله وتسب في عباد الله وتدافع على هذا، وانتي مجرد تابعه جيل راب النافخ. هانتي شوفي المصير ديالك. علاش النهار الاول ملي غادي تخرجي تشرشمي في عباد الله وتسبي من لا دروات حتى لا كوش ادنى سبان، علاش ما درتيش بنات قدام عينيك وعندك وحده فيها التوحيد؟ علاش ما درتيش؟ عاد دابا عاد ولاو كيبانوا لك بناتك وبدا كيبانوا لك عائلتك. كان النهار الاول ديري بناتك عندك، ما عندهم حتى شي حد الا انت. ماشي الا حسن كابا، والله الا واكله معاهم قال الا حسن كابا. واش كاين شي واحد يصدم راسو بلاش بليكي؟ راه ميمكنش ميمكنش. راه كتمول حتى هي، راه لاباس عليها، راه بالديور بها الى لا ويلي. ديروا لي كتره كيضربونا اللايف الله يرضي عليكم. اكيد غادي تتربى باش تكون عبره لاي واحد تيطاول على سيادو وكيظلم بنادم ما كيعرفوش ما كيعرفوش بصفه عامه. انا ما عمري عرفتها كاينه عندنا في فاس. حتى النهار اللي خرجت كتقول لهم انا راني تعتقلت. جراو عندي الناس جري 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 انزا، راه وحده خارجه في اللايف راه فلانة سميتها فلانة راه قالت لك انتي تعتقلتي، وانا واقفة حدا الناس في باب المحكمة وطالقة يدي عيت انا تعتقلت. اكيد يقول له كن فيكون. اكيد ونعم بالله ونعم بالله. والله ما عرفت اختي مليكة، ولكن انا غنكون تم ما عرفتش. يلا غنتكافوا بهذا اللايف، راه باقي غنوض ندوش ونتعشى لان غدا خصني نوض بكري. هذيك السيده مولات السرطان ما ديتش معايا الملف، نسيتو هنا في الدار. خصني هي الاولى نشوف معها، ناخذ لها الرونديفو ولا نشوف شنو غنديروا لها من تما، حيت السبيطار حدا حدا المحكمه. المهم انا غنكون تم. اختي سالم ولا خاي سالم ما عرفتش. الناس كيقولوا انا اليوم سحبني عندها اليوم التقديم ما جابوهاش. اليوم انا قيلت تم. ويلي واش هادشي يربيهم؟ والله ما عندك بحال دوك الناس ما كيترباوش.
شكرا اختي ان ان وميرسي بور الدعم ديال القناه. شكرا لك، الله يخلف عليكم. ام ريان 123 تحيه لكم. متيقنين؟ ولكن كل مره كيقول لك غدا غدا، ولكن حنا غنشوفوا، حنا غنشوفوا، ما غنخسروا والو. باش ما كان دابا نعلمكم، ولكن انا ما عندي التليفون هذا، ما كنديهش معايا لان عندي الواي فاي في الدار، ما كنهزوش حيت خصو ضروري الروشارج. تنجي للدار عاد نعطيكم شنو كاين. في مكناس، مكناس قريبه لفاس، ساعه ديال الطريق. شكرا اختي ليزيت ان، شكرا لك، الله يطول لكم العمر. يوما تنتمناو والتقديم تيكون بكري مع ديك 9:30 كيبدا التقديم. وحنا نشوفو، حنا نشوفو. يلا تحية كبيرة لكم، وأمسية سعيدة، وتصبحون على خير. وبحال ديما أنا مولفة لكم البوسة القبلة. تحية كبيرة لكم، ما تنساوناش من الدعوات، لأن الناس خطر وربي كيحفظ، ولكن حتى الدعوات الغايب تتحفظ لانها مستجابه عند الله. لا يا غي نايضه، راه نايضه مش حالة دي يا نايضه. اللهم امين اختي عيشه، تما كفت. اللهم امين. يلا باي باي عليكم، لان شحال هادي في الليل، هادي راه 12. يلا ناكل، نغسل، نمشي نعس باش نوض بكري، لان اليوم راه نمت مع 6 ديال الصبح. والله العظيم كان عندي شي رونديفو باش نمشي في الوقت ديالي. اللهم امين اختي بديعه فرنسا، الله يطول لكم العمر. اللهم امين، شكرا لكم، ما تنساونيش من الدعوات، الله يطول لكم العمر. حتى تعرفوا بنادم تيخرج في يد الله، في يد الله شي اللي كاين. يلا باي باي عليكم، أمسية سعيده.